لا بغيتي غنرجعو باش نهضروا على المعركة ديال رمزاران، غنرجعو لسنة 1979. سنة 1979 غادي يوقع واحد الانقلاب عسكري في موريتانيا، وغادي يوصل واحد الكولونيل غيصبح هو رئيس الدولة، سميتو هايد الله. هاد السيد ملي وصل للحكم قرر يتخلى على الصداقة ديالو والاتفاق ديالو والأخوة ديالو مع المغرب، ويحولها إلى اتفاق عسكري وسياسي ودبلوماسي مع الجزائر، واعترف بالجمهورية ديال تندوف. إذا هذاك الميزان ديال القوة اللي كان في المنطقة وقع فيه واحد الخلل. الاعتراف بهذه الجمهورية ضاف لي واحد الاتفاق سري بينه وبين القيادة الجزائرية، على أساس أنه غادي ينسحب هو من الجزء اللي كان عنده في وادي الذهب، وغادي يحل الطريق العناصر ديال بوليزاريو والعناصر ديال اللي مأيدهم جزائريين وموريتانيين كذلك، باش يدخلوا لين يدخلوا للداخلة. مدينة الداخلة كان في المخطط ديالهم أنهم غادي يدخلوا ليها، ومجرد الوصول ديالهم غادي يعلنوها عاصمة الجمهورية الصحراوية. شوف هذا المخطط جهنمي كان، ومجرد يعلنوها غادي يطلبوا الحماية الدولية، غادي يقولوا المغرب غادي يدير لنا واحد العدوان. وشكون اللي غادي يستجب لهم في بداية الأمر؟ القوات الجزائرية، بحيث كانت الطائرات الجزائرية الحاملة للجنود واجدة، وكانوا يعني النخبة ديال الجيش الجزائري تسميهم لي بيرينوار، يعني القبعة السود، واجدين مسلحين جالسين تيعينوا. هي الاخرين غادي يقولوا لا، الاخرين الطيارات غيبداو ينزلوا. هذه هي الاجواء. لحد الان حنا كمواطنين ما عارفينش هاد الاسرار، ولكن انا التصور ديالي ان الحسن الثاني وصلتو على الاقل من اوساط مختلفه الاخبار اللي هي مزعجه بالنسبه للمغرب. شهر غشت 79 وشهر رمضان، ورمضان كان الحسن الثاني تيدير الدروس الرمضانيه. اذا حنا يوم خميس ثاني غشت 1979، درس رمضاني عادي، تيجي واحد الفقيه تيدير واحد العالم تيدير واحد الدرس، الملك جالس قدام ولي العهد، الامراء، الحكومه، الضباط، المستشارين، العلماء، السفراء. هي اللي تسمى الدروس الحسنيه. هي الدروس الحسنيه. شكون اللي كان غادي يلقى الدرس ذاك النهار 2 غشت؟ الشيخ محمد مكي الناصري، العالم مشهور. عوض ما يبدا هو الهضره، الملك تياخذ الكلمه. حنا ديك الساعه في التلفزيون حاضرين، عاده الملك ما تياخذش الكلمه في البدايه، تيمكن في النهايه يدير تعليق ولا يدير شي حاجه لذاك العالم ولا شي حاجه. ولقى خطاب، قال اودي بانه موريتانيا فسخات الاتفاقيات اللي كانت بيننا وبينها، وهذا شيء خطير، والحمد لله اللي درته. وقال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دابا مشى وهذيك الارض ديالنا الشفعه ديالنا حنا ندخلوا لها بهذه الفصاحه بهاتها. وقال انا عندي واحد المبدا، وسكت وقال كبرها صغار. هذا عنوان، كبرها صغار. وقال لك العالم الله يخليك ما تطولوش عليا في هذه الايام اللي ماجيه، ما تعداو لي الساعه، راني مشغول وعندي واحد العدد الاتصالات وعندي كذا وكذا وكذا. يوم 2 غشت، يوم 5 غشت غادي تنسحب موريتانيا. واللي ما عرفش داك الذكاء ديال الحسن الثاني غادي يقول المحل رجعت خاويه، بحال كان واحد الدار خويتيها. لكن الحسن الثاني يوم 3 صفت الطيار نزلوا في الداخله،
انتهى الموضوع. لان ما يمكن لك توصل الدخلة الا عبر المطار. واحد المطار صغير ماشي شي حاجه كبيره، واحد لا بيست، واحد واحد هذيك المراقبه فيها واحد 4 متر ولا شي حاجه، داكشي بسيط الغايه بسيط. الدخلة غتشهد مظاهرات، الناس غيجدوا العلم ديال المغرب والتصاور ديال سيدنا وغيديروا مظاهره. الاجواء غادي يوقع فيها واحد التوتر. الاخوان بحال اللي قلت لك راهم موجدين الخطه ديالهم، ما عندهمش معلومه دقيقه على شنو كاين في الداخله، ولكن وجدوا. نهار 9 غشت، انا ماشي لك شويه بشويه، نهار 9 غشت غادي يخرجوا من الحدود الموريتانيه والجزائريه وغيديروا واحد المحل اللي غادي يتجمعوا فيه، لانهما قبل يومين او 3 ايام هما تيتجمعوا وصبحوا قوة. العدد ديالهم ما بين 4500 و 5000 مقاتل. راه ماشي العملية شي واحد عنده واحد مكحلة ما جي تيجري، لا، شوف هاد محمولين بين 550 و 600 آلة، فيهم جيبات، فيهم كاميوات، فيهم طنوقة، عندهم واحد طنوقة تيتسماو يعني الحاملات المصفحة للجنود. هادي تيكونوا فيها واحد 8 الجنود لداخل، وهي مصفحة، وكل واحد عنده واحد لويات، عنده واحد العين تيراقب بها وتيضرب منها، بحيث انت كنت تمشي تيضرب من القدام ومن الجناب ومن اللور، يعني بحال واحد يعني ما عندكش كيفاش توقفوا. ثم جابوا معاهم مدافع، مدافع 20 مليمتر. انا تنعطيك بعض، ثم عندهم واحد لي تويوتا يعني لصقوا فيها متريوزات 14 5 14 5، ديك الساعه هي اقوى ما كاين في المتريوزات. هادشي موراهم المخابرات العسكريه الجزائريه، موراهم الجزائريين اللي ماجين بالمازوت وماجين بالدواء وماجين بالروايه ديال شي حاجه تكرفصات وماجين ب معولين لين غاديين غاديين للداخله. علاش غاديين للداخله؟ باش يحتلوها. ملي يحتلوها شنو غيديروا؟ غيعلنوها عاصمه ديال الجمهوريه الصحراويه. شنو غيديروا؟ غادي يعيطوا للناس الاصدقاء ديالهم يجيو يعاونوهم امام الخطر ديال المغرب اللي غادي يهبط عليهم. وفي ذاك الوقت راجت يعني أقوال على أن حتى في كوبا كان استعداد باش يصيفطوا لهم جنود بالطيار من كوبا إلى الداخلة. مؤامرة ماشي صغيرة. حنا الآن يوم 9، يوم 10 المخابرات المغربية تيقنات على أن المعركة قادمة وأن الهدف هو الداخلة. لكن باش توصل للداخلة تدوز على واحد رومبوان، واحد المدار، واحد الساروت سميتو بيرانزاران. الا خديتي بيرانزاران الداخله طاحت، والا ما دزتيش بيرانزاران ما عندكش كيفاش توصل للداخله. حنا في بيرانزاران الجيش ديالنا 700 الناس هما اللي جالسين في بيرانزاران. انا قلت لك 4500 مقابل 700، وكاين تمايا واحد 150 200 ديال السكان، مش السكان هما في الخيام، لان الهدف كان هو الاختطاف ديالهم، لان هذا دخل في واحد الاستراتيجيه اللي بداوها في 75 وتيخطفوا السكان ويديهم لتندوف باش يكونوا اللي غادي يسميهم بعد الشعب الصحراوي. يوم 11 غتكون المعركه، المعركة غيكون واحد الهجوم كاسح على بيرانزاران. وهذوك الجنود اللي تما يعني خص الإنسان يذكرهم دائما ويحييهم دائما، لأنهم يعني ظهروا واحد الروح قتالية عالية. أنا زرت الصحراء عدد المرات وفي معارك مختلفة، كاين اللي ربحناها وكاين اللي نصر ربحناها وكاين اللي خسرناها، ولكن هذاك الصمود ديال
ديال بيران زران عطى واحد الروح عاليه للجندي المغربي. رجع واحد المثل كبير، ما يمكنلكش دير بحال بيران زران. بيران زران رجعت واحد. اذا وقع الضرب، هما هجموا في 5:06 الصباح بدا الهجوم. كاين المحلات اللي وصلوا لها في هذاك المحيط الدفاعي وما بقاش يضربوا بالقرطاس، رجع كورا كور يعني جسد يعني بالماس يدبزوا شي تيقتل شي بالماس. فاربعة العشية انتهت المعركة، لكن في ذاك النهار لأول مرة غيدخل الطيران المغربي، غادي يخفف على المقاتلين اللي في الأرض، غادي يدخلوا ثلاثة ديال الطائرات F5. هذه طائرات من صنع أمريكي F5، كانت دخلت عليها بعض التحولات باش تصح صالحة، وكسرت واحد العدد المعدات وقتلت واحد العدد المهاجمين وكذا وكذا. فاربعة العشية انتهى الأمر. التقديرات اللي كانت الآن ديك الساعة هي أنه كاين تقريبا 200 شهداء ديال المغاربة، وكاين بين 70 و90 ديال الأسرى. وكاين عدد ديال الجرحى، لكن ما قدروش يحتلوا بيران زران باش يزيدوا الدخلة، ما قدروش يخطفوا هذيك 150-200 ديال العائلات اللي كانت تمايا ما وصلوا لهاش. واللي كان قائد ديال المعركة في بيران زران هو السي علي أمزيريد أمزيان، وكان من رتبة كوماندار، وهو اللي قاد المعركة بواحد الكفاءة كبيرة. ومن بعد تم يعني التحية ديالو برفع الدرجة ديالو من رتبة كوماندار إلى رتبة ليوتنون كولونيل. كيما تلاقيت معاه، حاولت نتلاقى معاه ملي مشيت للصحراء، ولكن تعيش مع أماكن أخرى، وإلا كان على قيد الحياة أنا تنحييه لأنه صامد وصلب. وعبر الموقع ديالكم يعني نبغي نوجه واحد التحية خاصة لكل المقاتلين اللي كانوا هنا، ونترحموا على الشهداء ديالنا اللي تمايا. وإلا شي واحد بغى يتصل بيا غنكون فرحان نسمع منه كيفاش كانت الأمور وكيفاش تطورت. يوم 14 ستعود، غادي يكون احتفال في المغرب بعودة واد الذهب، وغتجي واحد البعثة فيها ما بين 200 و300 ديال شيوخ القبائل، العلماء، الأعيان، يعني كبار الشخصيات ديال واد الذهب، وغيتقدمها القاضي ديال واد الذهب، هو اللي غادي يحرر البيعة. تعرف التقاليد المغربية يعني البيعة هي واحد العقد بين الملك وبين الشعب، وكل واحد عنده المسؤوليات ديالو. وجاو الرباط واستقبلهم الحسن الثاني في القصر. كنت انا ديك الساعة هو اللي علقت على هذاك الحفل اللي نقلناه مباشر، لكن هذاك الصباح الوزير قال لي غتمشي معايا للقصر نشوفو يعني نشوفو الاستعدادات وكذا وكذا. مشينا للقصر، وفي الحقيقة الملك قال له جيب لي فلان. فمع 12 ولا 12:30 الملك خرج، وانا باقي عاقل عليه، خرجي بواحد القشابه وفي يدي واحد الصابيح واحد طويقيه مراكشيه. خرج قال فين هما فين غديروا الكاميرات. فانا ماشي تقني ماشي، ولكن باينين مواضيع زعما سي تما. قال لي واحد الكاميرا غديروها تما، وقال لي رد بالك راني غنعلق الاوسمه لواحد العدد ديال الناس، هادشي غادي يدوز بسرعة. أو سيما باش نشكرهم على الله يبارك في عمر سيدي. على سيدي مشينا بحالنا. ما قلتيش بأنه علاش قال لي في المنطقة بالضبط؟ لا، هذاك المنطقة باش يعني باش يكون هذاك
الحفل ديال التعليق ديال الأوسمة كبير، ما يكونش بعيد الناس ما يشوفوش. هو كانت عنده فكرة أخرى، فأنا مشيت طبيعة الحال. عادة ملي تندير واحد روبورتاج يعني تنوجد بعض العناصر باش ما يبقاش كلام فارغ كذا كذا، فقلت هذا التوشيح هو يعني شوك وتنويب المواطنين المغاربة اللي الله سبحانه وتعالى جمعنا معهم. وشوف الأشياء، جاوا الناس، خطب القاضي، جا قدم البيعة للملك، الملك جاوبهم بواحد الخطاب. واحد الساعة قال لهم جيبوا هذاك، أنا واقف يعني بعيد منه بواحد 15 متر، غادي نبدا نقول صاحب الجلالة سيد الشيخ كذا كذا. قلت أنا شوية حتى يبدا يمشح ما نسبقوش. واحد الساعة ولا تشوفهم واحد تيجروا بواحد جوج الخناشي ديال الخيش، تعرف داك الخناشي ديال الخيش. شي واحد قلت واحد المس حل واحد الوحدة جبد متريوز عطاه الملك. أنا التعليق ديال أنا أش غنقول في التعليق بهذه المفاجأة، وأنا تنطلق الأوسمة والناس بداو يخرجوا المتريوزات وبداو يجيو الناس والملك تيعطيهم. نتوما مغاربة وجدودكم مغاربة دافعوا على البلاد، هذه المسؤولية ديالكم، الله يعاونكم. كانت واحد المفاجأة، يا واحد المفاجأة كبيرة ماشي ليا أنا ك ك ك كصحفي، ولكن المغاربة كلهم تفاجؤوا وعرفوا بأن العملية فيها خطر، وعرفوا بأن المؤامرة كبيرة، وعرفوا بأن الشعب باش حتى هو يدافع، ما يبقاش الجيش بوحدو تدافع. هكذا إذن تنحتفلوا اليوم، تنحتفلوا في هذا الشهر هذا بخطاب اللي لقاه في الدروس الحسنية، تنحتفلوا بالصمود في ديال بيرنزران، تنحتفلوا بتجديد البيعة للملك الحسن الثاني من طرف سكان واد الذهب. من بعد داكشي الملك غادي يرد التحية، لأن في الأعراف الملكية في داك النخوة الملكية جيتي وبيعتوني أنا غنجي لعندكم. فالملك خد الطيارة ديالو ومشى للداخلة. قبل ما يمشي للعيون الملك زار الداخلة 5 سنين قبل ما يزور العيون، والناس كلهم والبلاغات تقولوا بأن عيد العرش يعني حفل الولاء سيكون فين؟ في مراكش. لا 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 حتى واحد ما يهضر على الداخلة، لأن هذا سر. فالطاقم التلفزيون مشينا لمراكش ونصبنا الكاميرات ديالنا، حنا تنوجدو وما فراسنا خبار. الناس تهيج في الطيارة بقوة الفرحة با يمشيو. ومشى الملك لتمايا ومشات الطيارة ديالو ونزل في الطيارة ديك 747 داك ضخمة كبيرة، وكان الاستقبال هناك. قبل الاستقبال غنزيد عليك 5 دقائق باش نكملوا هاد الحكاية ديال الدخلة. قبل الاستقبال الملك الدخلة راه صغير، داكشي من النهار اللي مشينا نهار راه ما فيها والو، الدخلة فيها المطار وفيها شي دويرات وفيها هذه الدخلة، فيها واحد الفيلا اللي كان ساكن فيها الحاكم الصبليون. فخرج الملك ما عندوش فين يكون الا في داك الفيلا، فيلا صغيرة، رجع على برا في كنيكارو، عيط لوزير الاعلام، حنا بعيدين عليه بواحد 20 ولا 25 متر، هادشي اللي كاين ما عندك فين تمشي.
كطاقم ديال التلفزة حاضرين عندك يكون شي يستقبل شي واحد عندك يكون شي حاجة نكونوا حنا سباقين في عين المكان هضر معاه واحد الساعة ديال بيديها وزير حنا واقفين واحد 10 ولا 15 ديال الصحفيين لا هكذا من البعيد شنو شكون اللي غادي يجي فكل واحد بقى تيشوف الاخر كل شيء بقى في محله هذا قال الملك وقف تما واحد الساعه وتيجي واحد المخزني تيجري قال لي تكلم لسيدي في اللغه ديال دار المخزن تكلم لسيدي يعني تكلم الملك فانا كنت لابس واحد الشابون ضاده الشمس هز واحد الساك مور ظهري لان ما عرفناش واش نجلسوا نهار ولا يومين ولا شحال نزلت داكشي دغيا لحد داكشي في الارض مشيت تنجري وقفت سلمت على سيدنا قال لي شحال عندكم الكاميرات هنا هو كان عنده واحد المعلومات دقيقه على هادشي ديال السمعي البصري تيعرف التفاصيل ديالها قلت له كذا شحال عندكم فين غديروهم كذا كذا ما نعرفش داكشي هنا هذا الوان ولا ابيض واسود وهذا قال لي وقتاش غيدوز هادشي في التلفزيون انا في الحقيقه ما فكرتش في الموضوع احنا في الداخل راه بعيدين على الرباط 1500 كيلومتر وانا ما عنديش كيفاش غنمشي للرباط فقلت له نعم سيدي في 6 الصباح هكذاك احنا ديك الساعه راه باقا جوج النهار احنا باقين في الداخله قال لي واه المغاربه غيبقاو واقفين فايقين حتى 6 الصباح باش يشوفوا هذا الريبورتاج ما يمكنش انا سكت قال لي واسمع صبر شاف ما قالته قال لي انا غنخرج الحفله ديال الولاء في 5 د العشيه الحفله تدوم 20 دقيقه اذا في 5 ونص غتكون الامور انتهيه وعيط للقباج هذا القباج كان جنرال وكان هو الرئيس ديال القوات الجويه الملكيه هو اللي عتقو النهار اللي ضربوا في الطياره في غشت 1972 واللي كان سايق الطياره قالوا هذيك الطياره قول مال الجديده فين هي قالوا نعم سيدي في المطار قالوا اعطيها للسي معنيني يدخل بها للرباط شحال دير في الساعه قالوا نعم سيدي حسب الهواء كذا ساعتين ساعتين وربع ساعتين سبعه ونص شحال خصك ديال التحميض انا شفت الملك بدا تيتحاسب معايا خفت لان غادي يوصلني لواحد الساعه ويقول لي في هاد الساعه خصك وكي غندير لها انا فانا بديت نمطط تحميض الافلام ديك الساعه ما كاينش هادشي الالكترونيات الافلام تيتحمضوا تيتقطعوا بالمقاس وتلصاق وهذا فقلت له مثلا ساعة ونص ديال التحميض قال لي بزاف يلا سيد المونتاج قلت له عمل سيدي ساعة ونص درها قال لي إذا في 11 الليل غتكون واجد قلت له عمل سيدي في 11 الليل قال لي وشوف أنا عارض الناس يتعشوا عندي في قصر مراكش ما خصيش بقى نخليهم نعينوا حتى جوج الليل أنا غادي نسي 11 في التلفزيون نتفرج ومن بعد غنمشي نستقبل الضيوف ديالي اللي غادي يجيو يتعشاو عندي الله يبارك فيك سيدي حسيتي براسك مسؤولية كبيرة كي غتفكها اللي تنعقل عليه انا واحد الـ واحد الـ واحد الاشارة داك ملي قلت له هذا وترجعت ملي تراجع باللور باش ما نعطيش بالدار هذه من السلوك البروتوكول كذا قال لي شوف دار بحال هكا 11 في الليل هذيك شوف 11 الليل يعني ما عمري ما نساها في حياتي فيها ضبط فيها نوع من الصرامه فيها نوع من رد بالك فيها بزاف ديال الحاجات كيفاش ديك نوع من الثقه ونوع من الثقه كذلك فوالا وقفنا في الخمسه خرج الملك ما خرجش حتى الخمسه ونص ها نص ساعه بعدا مشات المهم اللي خرج درنا ريبورتاج اتفقت انا مع ليكيبات تجمعنا داكشي درنا في واحد جوج الخماشي مشيت للطياره
طلعت للطيارة، طيارة صغيرة فيها 4 لي فوتاي، باقي حتى شي واحد ما عمو مركب فيها، بقى بالبلاستيك. جلست انا وداك البيلوت تنقطعوا البلاستيك باش نجلس، وعنده واحد الموتور نفات، واحد بحال واحد صاروخ، بحال واحد فيزي. المهم وصلت، داز العملية في 11 الليل بالضبط، كان الروبورتاج موجود، دخلت الاستوديو قدمته لقنا الروبورتاج. ملي عجبو الروبورتاج عيطت للوزير شكرو، عيطت لي الوزير انا شكرني. وفي الحقيقة اللي خدمو هما الناس ديال التحميض، خدمو مزيان، عطاونا واحد لاكولور ديك الساعة، الكولور قليلة، ولكن اللي خدمو كذلك خدمو جوج ديال الناس في الـ في الـ في الـ في المونتاج. المونتاج واحد سميتو الحبيب، واحد سميتو عبد الحق، واحد فيهم باقي عبد الحق صديق ديالي، واحد الحبيب قالوا لي توفى. هادو خدموا بواحد السرعة، بواحد المهنية، بواحد الكفاءة، والمغاربة بقاو تعينوا يدوزوا الروبورتاج، لأن كل شيء تفاجئ كيفاش أن الملك مشى للداخلة ويدخل حفل الولاء تمايا. وهذه كانت أول مرة وآخر مرة في الداخلة؟ أول مرة وآخر مرة في الداخلة. كان فيها واحد الرسالة سياسية وطنية قوية، انتو ما بغيتيو ديروا من الدخلة العاصمة الجمهورية الصحراوية، انا جيت لها. انتو ما بغيتيو تطلبوا الناس يجيو يعاونوكم، انا جيت لها. انتي داك العناد هذا اللي قال لها كبرها صغار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلوس، اكثر من مجرد خبر.